احنا توقفنا بالامس بالتسجيل تبع الامس عند هذه النقطه السلايد تقريبا اخر ثلاث سلايدز. اللي عنده اسئله عن محاضره امس ممكن نبدا فيه الان. هل كل شيء واضح؟ ما في اي اسئله بالمره؟ طيب سؤال ثاني، مين ما حضرش محاضره امس؟ في أحد منكم ما حضر محاضرة أمس؟ بما أنه الكل حضر إن شاء الله. ما في أسئلة؟ كل شيء واضح؟ إن شاء الله خير. أوكي. إذن خلينا نكمل. وقفنا عند نقطة الوايرلس أتاك. طبعا زي ما بيحصل أتاك من قبل اللان فممكن يحصل اتاك من قبل الوايرلس. هي الفكره انه في اي جهاز مشبوك على النتورك ممكن يحصل عليه اتاك اذا كان في نقاط ضعف في يا اما في الاوبريتنج سيستم يا اما في البرنامج اللي بيشتغل عليه. مثلا انت لنفرض انك انت الان شغال على الواتساب. هذا كابلكيشن انت تستخدمه لعملية الشات، لعملية إرسال مالتي ميديا، ممكن يكون بالمستقبل يكون في جروب شاتينج في عن طريق الواتساب. بغض النظر هذا الواتساب أنت قد تكون لست على دراية بنقاط الضعف اللي موجودة فيه، هو عبارة عن أبليكيشن بالنهاية. فإذا كان الأتاكر عرف هذه النقاط فبيقدر يدخل على السيستم من خلاله. بهاي الحالة بيكون الجهاز أو جهازك معرض للأتاك، معرض لسرقة الانفورميشن سيستم اللي موجود عندك، وخصوصا إذا كانت سنسيتيف انفورميشن، معرض إنه الجهاز يكون تحت سيطرة الأتاكر. هذا كلياته السبب بسبب إنه هو مشبوك على النتورك. الفكرة الآن كيف طريقة الشبك؟ هل الطريقة كانت عن طريق الواير، عن طريق الوايرلس؟ المهم إنه مشبوك. فهنا بهذا السلايد بيعطي بعض الاقتراحات كيف إنك تحمي جهازك أو الموبايل ديفايسز من الأتاك. Then defending against wireless and mobile devices attacks. فهو بيحكي إنه أو خلينا نقول الأوثر most W wireless LAN products use default setting. بالعادة الكل أو اللي لما تيجي تشغل أي application تستخدم default setting. فالابليكيشن عادة لما يحصل عليه attack ويعرف الديفلوبر إنه في صار attack من خلاله وصار في report من قبل اليوزرز إنه في حصل عليه attack، المفروض الديفلوبر دوره انه يقوم بعملية سد هذه الثغرات. فعشان هيك بتلاقي بيكون في عندك جزء اسمه سيتنج من هذا الابليكيشن. هذا السيتنج ممكن لما يصير تحديث يضيفوا بعض خلينا نقول بعض السيتنجز اللي تغلق هذه الثغرات.
فانت لازم تضلك متابع شو الاتاكس اللي صار على هذا الابلكيشن، ديفلوبر شو اعطى نصائح، شو السيتنجز اللي حدثها الديفلوبر. باختصار بدك تحاول انك اذا كان الابلكيشن اللي بتتعامل معاه ريكومندد وعليه خلينا نقول فوت كبير، عليه استخدام كبير وعليه، فبتلاقي الديفلوبر دائما بيعمل له تحديثات. فباختصار لازم تكون انت بعمل التحديثات بشكل مستمر حتى تحافظ على جهازك من الاتاكس. اذا هون بحكي لك بدك تروح على السيتنج وتحدث بعض او تتعدل ببعض السيتنج، وخصوصا السيتنجز اللي بتحدث بتعلم مع الاوثنتيكيشن اند انكريبشن. يعني ممكن يكون انت من ضمن السيتنج بيسمح لك انك تعمل على سبيل المثال بالواتس الشاتنج يكون سكيور. لما يكون الشاتنج سكيور معناته راح يكون في عمليه انكريبشن وديكريبشن في ارسال البيانات او ارسال المسجز بين الاطراف. على الاوثنتيكيشن هون المقصود فيها انه نتاكد ان الطرف اللي بتتعامل معه هو نفس الشخص اللي انت بتعتقد انه هو اللي بيحكي معك. في سؤال، كانه في سؤال دقيقه، ما في، اوكي. طيب اذا عمليه الاوثنتيكيشن تعني انه فعلا هو الشخص اللي انت تتعامل معه هو نفس الشخص حسب ما هو ظاهر امامك صورته او ظاهر امامك اسمه. فهذا الحكي لازم انا اكون متاكد منه ان السيتنج كما هو تم عمل عليه ريكومنديشن من قبل الديفلوبر. فالديفلوبر دائما بيعطي تحديثات بيعطي نصائح، فيجب ان نبقى على اطلاع عليه. واخذت انا مثال بهذا الحكي مثلا على سبيل المثال الواتساب. طبعا انت قيس على هذا الاساس، شوف انت شو الابلكيشنز اللي بتستخدمها بشكل مستمر، وشوف ايش اهميه انك انت تعمل تحديث بشكل مستمر. على سبيل المثال ممكن الكل بيتعامل مع الفيسبوك، الكل بيتعامل مع التويتر، فأكيد أنت بتعرف أن المعلومات أو البيانات اللي أنت بتخزنها على الفيسبوك أو بتتداولها من خلال الفيسبوك أو حتى من خلال تويتر، أنت أكيد هذه معلومات أو information بتعتبرها private أو إلها خصوصية. فلازم أنت بما أنه هذا الابليكيشن صار متداول عندك، لازم تضلك باستمرار تسمع عن الاختراقات، تشوف شو الاختراقات اللي كانت تصير من خلال هذا الابليكيشن، شو النصائح اللي بنصحها الديفلوبر المسؤولين عن هذه الابليكيشن، وشو السيتنجز اللي لازم تعمله باستمرار. على سبيل المثال لاحظ زمان كان على الفيسبوك كان المشترك الصور اللي يحطها يكون بابليك، حتى لو كان ما عندوش اصدقاء او حتى انه الاصدقاء اللي حاططهم عنده محدودين، الا انه كان زمان بس الواحد يدخل يعمل سيرش على اسم فلان الفلاني يطلع على الصور الموجودة عنده، لأنه ما كانش في عنده عملية إنه يخلي هذه الصور سيكيور فقط للمشتركين معه. فمع الأيام طور الفيسبوك وصار فيه بالسيتنج إنه كيف تمنع عملية الفيوينج لهذه الصور، بأنه فقط تحددها بالضبط فقط للمشتركين. حتى المشتركين قد يمكن انك ما بعرفش اذا كان موجود هذا السيتنج ولا لا، ممكن يكون موجود انه حتى تحدد ايش الصور اللي يشوفوها وايش الصور اللي ما يشوفوهاش. فانت كانك بتتعامل مع الفيسبوك كتخزين، كوحده تخزين، وبنفس الوقت بتعطي بريفليج مين اللي يقدر يشوف هذه الانفورميشن ومين ما يقدرش يشوف هذه الانفورميشن. الان النقطة الثانية restricted، حاول طبعا انك في بعض النصائح ايضا كيف تعمل restrict access على بعض الداتا الموجودة عندك من خلال استخدام ما يسمى firewall. او طبعا firewall ممكن demilitarized zone هي مصطلح مشابه للfirewall. هو الfirewall بيشتغل بنفس الطريقة،
الفاير وول او دي ميليتارايزد زون هذه بتقسم النتورك الى تو نتوركس لوكال واكسترنال. فاي شيء موجود في اللوكال مش راح يتعامل مع النت الا بريستريكتد اكسس، يعني بده يكون يعني اذا طلب الريكوست الفاير وول او الديميليتارايزد زون بتوصل الريكوست للانترنت وبيجي الجواب. لما يجي الجواب هي بتفلتره. الفلتره هاي الهدف منها اذا كان في نون اتاك بتمنعه، وطبعا بالغالب احنا بنتعامل مع النون اتاك، واذا كان في انون اتاك ممكن انها توقفه اذا كانت بتشك انه سسبيشس انه هذا اتاك فهي بتوقفه. اوكي الان في تول اسمه WLAN. هذا التول احد الامثله عليه اللي هي نت ستامبر. ممكن انه هذا التول يكتشف بعض ال خلينا نقول انترستد ورك ستيشنز بيحاولوا يعملوا اكسس على النتورك، اكسس على جهازك، اكسس على اي جهاز موجود من ضمن النتورك، وخصوصا اذا كنت انت بتاع او مشابك مع المؤسسه تبعتك من خلال ما يسمى VLAN Virtual Private Network. فهذا التول طبعا هذه النصائح او خلينا نقول بما انه هذا السلايد جاي من سيسكو فهذه النصائح من سيسكو. يعني اذا كان في عليها مشكله هذا النت ستامبلر، النت ستامبلر انا اول مره اسمع عنه، ولكن بما انه النصيحه هاي جاي من سيسكو فيجب ان ناخذ بها. فممكن احنا ندور على النت ستامبلر نشوف كيف بيشتغل، كيف ممكن اني اعمل انزله عندي على الماشينز، شو ممكن استفيد منه من خلال اني اعمل سيرش اشوف هذا نت ستامبلر نشوف شو هذا التول. هنا بيحكي داونلود، احنا مش راح نعمل داونلود، احنا بدنا نقرا عنه هو نفسه. فممكن تدخل انت على السايت وتشوف اذا كان في اي انفورميشن على هذا النت ستامبلر. نشوف دوكومنتس نت ستامبلر دوت كوم. اوكي وهنا اي من خلال هذا السايت تقرا عن هذه وبتشوف مين، او ممكن تدور بالنت ايضا مين عمل عليه نصائح، شو فوتنج عليه، هل يعني في عليه مشاكل ما فيش عليه مشاكل. هذه الامور كلها لازم تكون على ادراك فيها قبل انك تقوم بعمليه تنزيله او التعامل معه. اوكي نرجع للنقطه. كروس سايت سكريبتنج هنا بيحكي عن ال XSS هو هذا المختصر تبعه. هي عبارة عن applications أو web application، هو بتسمح للcriminals إنه يعمل inject لscript. script اختصار script. طبعا لما أجي أنا أنفذ أي أوامر على الoperating system هاي بنسميها command. الأوامر هذه بتنفذ لما أجي أقول والله بدي أنفذه أمر مثلا delete، أمر copy، امر مثلا سيرش فايند اللي هو هذه اذا بتنفذها امر. لما تجمعهم انت هذه الاوامر من بفايل بنسميها باتش فايل او سكريبت. اذا السكريبت هي مجموعه من الاوامر بيكون فيها مكتوبه بشكل كود، يعني اذا تحقق بس بعمل اف ستيتمنت تشيكينج هل في معي صلاحيه ما معيش صلاحيه، بيعمل تشيكينج معين، ومن ثم اذا تحقق شرط معين بينفذ مجموعه اوامر. فهذه اذا بنسميها سكريبت. سكريبت طبعا الباتش هي مجموعه اوامر فيها تشيكينج فيها اف ستيتمنت، بس السكريبت بتكون
كتابته أو طريقة عمله مور بروفيشنال. فهذا السكريبت إذا سمحت له إنه ينزل عندك على الجهاز بصلاحيات معينة, بصلاحيات بريفيليج إنها مثل administrative privilege, معناته أنت إذا كان هذا السكريبت بيعمل هارمينج على الجهاز فراح ينفذ هذا الشيء, راح يؤدي إلى هارم على الجهاز تبعك. فلذلك ال ويب أبليكيشنز مثل مثلا على سبيل المثال الكروم, الاي اكسبلورر, هذول ممكن يكون برنبر فيهم من خلالهم تقدر تنزل سكريبت. فلذلك انت لازم تطلع على الكوكيز. لاحظ الكوكيز هي عبارة عن سكريبت. الكوكيز تسمح انك تنزل سكريبت فايل, تسمح لك انك تنفذ شغلات معينة او تحتفظ بشغلات معينة. فانت لما بتشك انك بتتعامل مع سايت مش اوثنتيكيتد فامنع مثل هيك سكريبت من خلال السيتنج. حتى بالغالب يعني امنعهم, يعني انت الا اذا كنت انت تتعامل مثلا على سبيل المثال مع جامعة اليرموك, وجامعة اليرموك قالت لك بدي انزل سكريبت, والان انت مفروض تطالب بجامعة اليرموك تثق فيها, فهي هذه الجهة الوحيدة اللي ممكن تسمح لها انها تنزل سكريبت عندك على الجهاز. غير هيك مش مفروض. يعني مايكروسوفت نفسها يعني مش بحاجة اني انزل سكريبت جاية من طرف مايكروسوفت, لانه ممكن يكون هذا جاي من الكريمنال او واحد بيدعي انه مايكروسوفت, او حتى لو كانت مايكروسوفت نفسها مش بحاجة انك انت تخلي جهازك عرضة للاتاك. كود انجكشن اتاك, طبعا كلمة انجكشن اللي هو عملية انك تحقن الجهاز, طبعا هنا بكود تحقن الجهاز بكود, فهذا يعتبر اتاك. هلا عملية هذه الانجكشن هي مصطلح, ف يعني احد الامثله على الانجكشن هذا بسموه اس كيو ال انجكشن, احد الامثله. انتوا لسه طلبه سنه اولى او سنه ثانيه عفوا, وهذا اول كورس لكم بالتخصص, وفي كورسات كثير راح تاخذوها مش بالتخصص, خلينا نقول مسانده لهذا التخصص, من بينها تتعاملوا مع الاوراكل, تتعامل مع داتابيسز. الداتابيز هي عبارة عن مجموعة ملفات مشكل على شكل أو مخزن على شكل تيبلز. الكل بيعرف شو يعني تيبل. التيبل هي مجموعة من الكولومز بتمثل ريكورد. يعني مثلا أجي أقول والله الاسم الأول أحمد, هذا كولوم. الاسم الثاني يوسف. الاسم الثالث مثلا النجار. فحطيت انت خزنتهم على شكل فيلدز, كل كولوم تمثل فيلد. فباجي بقول والله بالاكسل شيت بدي احط الكولوم الاول الاسم الاول, الكولوم الثاني الاسم الثاني, الكولوم الثالث اللي هو اسم العيلة, هاي اسمها فيلد. فكل رو بتمثل ريكورد, كل رو بتمثل ريكورد. يعني الريكورد الاول يمثل الشخص احمد يوسف النجار. هلا لو حكينا انه بدي عنوانه, فاذا اكيد في عندي كولوم بكتب الهدف تبعه العنوان, وبكتب انا جنب احمد يوسف النجار عنوانه. اذا على كل رو هذا بمثل بكتب ريكورد لمعلومه معينه. فالتيبل بتمثل مجموعه من الروز, مجموعه من هذه الروز بيمثل التيبل. ف تيبل واحد, تيبل اثنين, تيبل ثلاثة, ممكن يكون عندي مجموعة من التيبلز في رابط بيناتهم, هاي بنسميها داتابيس. مجموعة التيبلز اللي مربوطات مع بعض, اللي في رابط بيناتهم, رابط منطقي اللي بقدر أربطهم مع بعض. أقول والله أحمد يوسف النجار اللي عنوانه كذا هو مسجل مثلا بتيبل تاني بيكون إيش, إله رقم جامعي, إله المواد اللي مسجلها. بتيبل ثالثة العلامات, يعني بتكون موزعة على أكثر من تيبل, بس بقدر أربط بيناتهم. لما أقدر أربط بيناتهم بجي بقول والله إني بدي أخذ الرول الأول من التيبل كذا, بربطه مع الرول عاشر, بدي
بالتيبل 2، والتيبل 2 ممكن يوديني لمجموعة الكورسات اللي بتعطيني مور ديسكريبشن. فهذا هو الداتابيس. هلا ما اجي اقول والله الاس كيو ال هي عباره عن ستراكشرد كوري لانجويج، من خلالها بقدر اعمل عمليه الروبوت هذه، من خلال الاس كيو ال بقدر اعمل عمليه الروبوت واجيب المعلومات اللي موجوده او مبعثره موجوده بهذه التيبلز. المعلومات بتكون مخزنه على شكل روز بديفرنت تيبلز، وممكن اربطهم من خلال ما يسمى بالاس كيو ال. اذا هذا اختصار اللي موجود في كورس الداتابيس او كورس الاوراكل. الان شو قصه الاس كيو ال انجكشن؟ بما انه انا بقدر اني اعمل اوامر من خلال الاس كيو ال اللي اقدر اجيب معلومات من ديفرنت تيبلز اربطهم مع بعض، فظهر عندنا اتاك عن طريق الويب. هذا بصير انه الويب بتعمل لك فورم، واحد الديفلوبر على طريق الويب بيعمل لك فورم بقول لك دخل ايش اللي بدك تسال عنه. مثلا بدي اسال عن الطالب الفلاني قديش جاب علامته بالتوجيهي مثلا، فبتكون الطالب ومعلوماته موجوده في تيبل، وعلاماته في التوجيهي موجوده في تيبل ثاني، او علاماته بشكل عام موجوده في تيبل ثاني. فبكتب انا اس كيو ال كوماند اقول له عن طريق الويب، طبعا انا بحكي هلا اكتب اس كيو ال كوماند، او بكون من الديفلوبر كاتب لي اس كيو ال كوماند، عن طريقه بقدر اجيب المعلومات عن الطالب الفلاني وقديش جاب علامته بالتوجيهي. هلا الاس كيو ال انجكشن هو بيجي الاتاكر بيكون على علم كيف بينكتب الاس كيو ال بطريقه انه يعطيني مور بريفليج، فباخذ الفورم هذا وبكتب عليه المعلومات بطريقه مور ديليبريتد، يعني بطريقه مدروسه، بحيث انه يؤدي هذه طريقه كتابته لهذه المعلومات الى ما يسمى اس كيو ال انجكشن. يعني لو اجيت انا بدي ارسمها هنا، بدي ارسمها بالشكل التالي، هذا تيبل، عفوا هذا فورم. الفورم بيكون في عندي هون فيلد وبتون، باجي مثلا بتون بحكي له هي مكتوب عليه اوكي. هلا هون بحكي لي دخل المعلومات اللي انت بدك تسال عنها، بقول والله بدي اسال عن طالب الفلاني اللي اسمه اكس، واللي خلينا نقول اسم والده واي. معي؟ اعمل اوكي، ولا هو بيجيب لك ايش تيبل ثانيه فيها ايش نتيجه الكويري تبعك اللي انت سالت عنه. مثلا هاي معلوماته، بعطيك معلومات اكثر. هذا البرنامج بيكون مكتوب من قبل الديفلوبر، فبيجي الاتاكر شو بيساوي؟ بدل ما يكتب اكس بيكتب شبه كود، هون بيكون عارف شو بده يكتبه، ماشي، او ممكن يكون يكتبه هنا بغض النظر وين بده يكتبه، بيكتب شبه كود. هاي بنسميها اس كيو ال انجكشن، انه يعمل انجكشن لكود من خلال فورم موجود على الويب. فبهي الحالة بيحصل اتاك. اذا هذا اختصار كيف بتصير اس كيو ال انجكشن. في اي سؤال هنا؟ بفر اوفر فلو نفس الفكرة، بس هون البفر اوفر فلو طبعا بديش اقول لك نفس الفكرة، هي عبارة عن بيكون في بق بالبروجرامينج لانجويج، من خلاله بيقدر الاتاكر يحصل على مور privileged. هلا لو اجيت انا قلت اخذتوا انتم سي بلس بلس، اخذتوا بايثون انتم بالنسبه لكم، زمان كان في عندنا السي بلس بلس، فكان السي بلس بلس موجود من خلاله بقدر اعمل عمليه كول فانكشن، كان هاي اسمه اف 1، وببعث له باراميتر مثلا كاركتر ستار اكس، وهذا فانكشن. هلا الاتاكر شو بيساوي؟ مشكله السي ما بيعملش تشيكينج قديش حجم الداتا اللي بيمررها الكولر
انا بدي استدعي فانكشن اكس انا اسمي كولر، فبقول له اف مثلا 1 مثلا بدي احط له احمد، فبكون انا بشوف بعتب للفانكشن اكس احمد وبنفذ عاد هو الاوامر الموجود هنا. للتاخر شو بيساوي؟ ببعت كود بداله، بدل ما يبعت احمد بيكون كاتب كود بطريقه مدروسه بحيث انه هذا الكود يتنفذ على الطرف الثاني. فانت اذا كان الكود هذا بتنفذ في عن طريق الادمنستريتور، فمعناته انت الانجكشن اللي عملته راح يتنفذ من خلال الادمنستريتور، اذا معناته انت راح تحصل على اللي بدك اياه. طبعا انا بحكي عن الاتاكر. فهي الفكره هي بيعمل انجكشن للكود ولكن بما يسمى بفر اوفر فلو، من خلال انه يبعث خلينا نقول للبراميتر هذا، بدل ما يبعث الداتا الصحيحه بيبعث له كود، وهذا الكود راح يتفعل. طبعا الها اسلوب مش راح تيجي بهالسهوله، لها اسلوب انك تكون عارف كيف بتكتب الكود، كيف بتتمرر البراميتر، وكيف بتم عمليه التنفيذ. فهذه بدها تكون مدروسه حتى انها تنجح. طبعا احنا بنحكي عن هذا لقدام ان شاء الله في ماده النتورك سكيورتي راح تشوف الموضوع هذا بشكل موسع. اما هنا انت بتاخذ بس فقط كونسبت، يعني انه شو انواع الاتاكس، كيف بتصير، كيف فكره عمل الاتاكس وبس. اما بدناش ندخل بتفاصيل اكثر من هيك. اي سؤال؟ طيب خلينا نشوف اللي بعديها. مع تطور البرمجه، لغات البرمجه، ظهر ما يسمى باني اسمح للكود انه يتنفذ على ريموت ماشين. فبداية بظهور عصر الجافا والبروجرامينج اندر جافا، سمحت الجافا انها تقدر تنفذ كود على الطرف الثاني تحت مسمى ابلت او تحت اي مسمى. حتى اتذكر، حتى انبهك او اعطيك مثال على ذلك، اكيد انتم في سايتات بتفتحوها بيكون بيظهر عندك مثلا خلينا نقول كود قاعد بتنفذ على السايت. هذا الكود بيظهر على شكل ابلت، انه خلينا نشوف مره مثال حي لهذا الابلت. مثلا اجي اقول والله ابلت اكزامبل، فممكن يكون مثلا هذا السايت. ها شوف هذا السايت، اوكي هذا السايت بيسمح لك انه يشغل لك شاشه، وهذه الشاشه بيعطيك ايش رساله عليها هالو، بيطلب منك اسمك وبحكي لك هالو يوسف مثلا حسب اسمك. مثلا انت تظهر عندك ساعه، ها وهذه الساعه شوف مثلا هذا، ان شاء الله انه تكون سمبل اكزامبل. انا بدي رمي اشوف لي وحده فيها. ممكن انت تدور على اكزامبل بالنت. طبعا هو المقصود فيها انه انا باجي بفتح البراوزر، من هذا البراوزر في جزء منه بيكون فيها ابلت وقاعد بتنفذ. يعني مثلا بتلاقي كره قاعد بتدور، مثلا ساعه قاعد بتشتغل. هذه والله اذا كان بيعطيني مثال على ابلت، اوكي. ف مثلا بتلاقي مثلا بيرسون قاعد بيتحرك، ايمج قاعد بتعطي تفاعلات. فهذه بنسميها ابلتش، انه اي شيء بيشتغل عندك على الجهاز بياخذ البروسيسنج تايم، بروسيسنج باور تبع الجهاز نفسه، هاي بنسميها ابلتش. يعني هي ما بتتنفذ على السيرفر، هي بتيجي على جهازك وبتبدا تتنفذ حسب هذا. هون بحكي له
طبعا هنا اعطاني مثال، اعطاني رساله انه هذا راح يتنفذ عندك على الجهاز، فهل اعمل له اوبن ولا لا؟ شوف والله اذا عملت اوبن، طبعا هو بالغالب مفروض تحكي نو، بس لانه نزل عندي انتي فايروس ها اعطاني انا ابل تو لانش ابلكيشن، هو معناته بحاول يعمل لانش لابلكيشن على الجهاز، اعطاني احنا رساله ايرور مش راح اسمح لك. و انا بيني وبينك مش مفروض اني انا اعمل رن لاي ابلت ممكن يكون فيها فيروس، بس ما اقصده بالابلت انه يكون يعطي على البراوزر نفسه مربع، وهذا المربع من خلاله بيكون قاعد يتنفذ، هاي المربع مثلا بيكون في كود هنا قاعد يتنفذ، انت لما تسمح له تعمل له اوكي بصير يتنفذ على جهازك على البروسيسور تبعك وبيعطيك النتائج في هذه المربع. فهذا النوع يسموها كود انجكشن ايضا. فهنا ريموت كود انجكشنز هو انه تسمح لكود يوصل على جهازك ويتنفذ، فاذا كان هذا الكود معمول من خلال كريمنالز معناته راح يكون مالشيس. اكتيف اكس كنترول ان جافا ايضا، هذا الاكتيف اكس هي عباره عن بلجن بيشتغل على الاكسبلورر، هذا البلجن بيسمح انه هوستل ممكن يسمح، انا بقول انه يسمح نعمل مالشيس كود انه يشتغل على جهازك، يعني مش اذا كان الاكتيف اكس نازل من واحد موثوق منه او من جهه موثوق منها ممكن يكون بهاي الحاله مش اتاك، لكن اذا كان مش من جهه موثوق فيها هيكون اتاك. الحين بيعطيني اقل من منت راح يسكر، فاول ما يسكر بنرجع مره ثانيه عشان نكمل. جافا اذا وجود الجافا طبعا انتربريتر، الجافا بتنفذ من خلال انتربريتر، جافا كود بتنفذ من خلال انتربريتر، فهذا الانتربريتر مفروض انه يعمل تشيكينج على الكود، لكن اذا انت بتعطيه صلاحيه للكود انه يتنفذ فراح يتنفذ، فلذلك لازم تكون انت على درايه من الـ من الـ من الـ من الكود اللي بتتنفذ عندك على جهازك. طيب اللي هنا بحكي لك انه عادة الكود بتنفذ من خلال ساند بوكس، الساند بوكس هو عبارة عن كلاس بيسمح لأوامر تتنفذ، إذا توقفت انه انا الجافا كود بتنفذ عادة من خلال جافا، طبعا هي بتتنفذ من خلال جافا فيرتشوال ماشين، وهذا الجافا فيرتشوال ماشين عبارة بيشتغل كفكرة ساند بوكس. هلا ساند بوكس اذا بتعرف الكود الساعه الرمليه بتكون بتذكروا فيها رمل وبتنزل من الاعلى للاسفل بمده معينه، اذا الساند بوكس هذا بيسمح بيحفظ الرمال هذه من انها ما تشتغلش بشكل بالفانكشن تبعها، هاي فكره او الاسم. هلا لما اجي احكي انا الجافا فيرتشوال ماشين هو يعمل كساند بوكس، وهو شو بيعمل؟ بيعمل عملية ايزوليشن للكود، بيشوف اذا كان الكود بيطلب اوامر هذه الاوامر فيها بريفليج ما راح ينفذها الا بكنترول، يعني مثلا على سبيل المثال بدي اطبع الشاشة اي شيء اي طباعة بريفليج، اذا راح تكون عملية التنفيذ بكنترول، هيسمح له او ما يسمحلوش، بدي اقرا من هارد ديسك، بدي اعمل تعديل على فايل، بدي اي شيء بدي اسويه خارج الساند بوكس لازم يكون بكنترول. فالساند بوكس اللي هو الانتربريتر راح يعطي صلاحيه للكود اللي قاعد بتنفذ اللي هي الجافا كود حسب ما بده الاند يوزر، حسب ما بده اليوزر نفسه. فلذلك نوعا ما الجافا فيها نوع من الحماية بأنه ما بخلي أي كود يتنفذ، فإذا كان كود untrusted بيمنع عملية التنفيذ، وإذا كان كود trusted بيسمح له. طبعا عملية التراست ممكن يسألك يقول لك والله أنه هو طالب مني أنه نعمل مثل على سبيل المثال قراءة ملف X هل تسمح له؟
أو لا تسمح له. هاي ممكن تكون نوع من عمليات التشيكينج إذا كانت أنت مفعلها، حتى إنك أنت تكون على دراية، ها والله أنا عارف إنه هذا الكود هذا الكلاس حتى لو إنه جاي من المصدر الموثوق به أكون عارف شو يطالبه مني. فإذا طلب مني إنه يقرأ ملفات أنا شايفها مش ما فيهاش مشكلة راح أسمح له، وإذا كان طالب مني أقرأ ملفات وشعرت هذه الملفات لا هي في عليها مشكلة ما راح أسمح له. إذن هذه فكرة عمل الساند بوكس. بالنهاية بيحكي لي how to defend against application attacks، هاي حدث ولا حرج، أنت بتقدر من خبرتك الآن تضيف زي ما بدك. أول defend هنا بيحكي لك اللي هو write solid code، الكود اللي مكتوب اللي هو مكتوب بلغة البرمجة أن يكون سوليد، يكون من خلال مبرمج محترف، مبرمج عنده خبرة، مبرمج بيعرف بالأتاكس، بيعرف كيف متبع التعليمات بشكل سليم، في عنده خلينا نقول بيعمل دوكومنتيشن على الكود، يعني ما فيش عنده أخطاء كثير بكتابة الكود، والمفروض يكون عنده أخطائه صفر. هلا بغض النظر عن اللانجوج اللي مستخدمة في كتابة الكود، البروغرامر لازم يكون بعملة يجرب كل الاحتمالات، يجرب كل الانبوتس اللي متوقعة انها تكون لهذا الكود ويتأكد انه النتائج تكون سليمة. زي مثلا البفر اوفر فلو، البفر اوفر فلو حكينا انه لما بستدعي فانكشن بدل ما اودي له باراميتر يكون باراميتر ليجل بودي له كود. فاليوزر الان بعد ما عرف او البروغرامر بعد ما عرف انه في شيء اسمه بفر اوفر فلو لازم يتاكد انه الفانكشنز تبعونه بيعمل عليها تشيكينج وبيمنع البفر اوفر فلو. اذا احنا قلنا بده يجرب كل الانبوتس المحتمله اللي قد تؤدي الى اتاك، واحده من هذه الاتاكس اللي هي بفر اوفر فلو. البفر اوفر فلو كيف امنعه؟ اني اجرب اعمل ريستريكت، والله يدخل على سبيل المثال باراميتر طوله ما تجاوزش عن 12 بايت معناته هذا مش كود. اذا كان اللينك تبعه اكثر مثلا على سبيل المثال من 100 بايت، لانه بيجي احنا بيكون عارف البروغرامر قديش اقل حجم من الكود التي يؤدي الى اتاك، فبيجي بيفحص البارامترز اذا كان ما وصل هذا الحد معناته هي مش اتاك. فعلى هذا الأساس بيحاول إنه يمنع الأتاكس. طبعا هي بتعتمد على فهمك للموضوع، بتعتمد على إنك فاهم الموضوع كيف بيشتغل الأتاك وكيف إنك تمنع هذا الأتاك. إذن هنا validate inputs as if they are hostile، بدك تتعامل معهم على أساس إنهم hostile. Keep software including the operating system and application up to date، دائما تعمل up to date للابليكيشنز اللي بين ايديك. هلا not all programs update automatically، مش كل البروجرامز او الابليكيشن بتعمل update automatically، فانت لازم تقوم بعمليه الابديت مانوالي. اذا انت نزلت عندك واتساب على سبيل المثال، انت هذا الواتساب ما بيعملش update automatically، فانت لازم باستمرار تعمل update. ليش؟ لانه الديفلوبر اكيد اكتشف في خطأ بالواتساب ولا وعدل عليه، فانت كل باستمرار بدك تعمل عملية ابديت. طبعا الابديت هنا بتيجي من خلال انك تروح على الهلب وتشوف كيف عملية الابديت وتشوف وتقوم بهذا العمل. مثلا على سبيل المثال خلينا نجيب مثال هنا، مثلا خلينا نشوف مثلا بكتب برامجي من خلال الاكليبس. هلا هذا الاكليبس ما بحكيش انه في عليه اتاك، الاكليبس عباره عن اي دي اي بيسمح لي اني اكتب برنامج انا بس اكتب برنامج تسجيل. هلا هذا الاكليبس لو بدي اعمل له انا ابديت هو ما بيعمل اوتوماتيك ابديت، فبدي اروح على وحده من الاوبشنز اشوف كيف اعمل ابديت. طبعا هنا بدك تعمل سيرش وين ما يكون موجود، بالغالب بتكون يعني خلينا نقول الابلكيشن الحديثه
متعارف عنها عملية الابديت بتكون من خلال الهيل. هلا شوفوا هلا هاي هيل هاي هنا check for updates. فمثل هذه باجي بقول والله بدي اعمل انا ابديت. هذا الابديت بقول اسمه مانوال، انه هنا بعمل اي راح يشوف كان بعمل ابديت للجهاز البريدي. في اي سؤال هيك متوقف هنا. بالنهاية هو خلصت السلايدات البريدين هنا، لكن السمري وانا بحكي لك احنا تحدثنا بهذا الشابتر عن السايبر فاريو سايبر سكيورتي اتاكس والكريمنالز وعملنا اكسبلين للمالوير والمالشي سوفت وير، وبهذا الشابتر ديسكست ديسبشنز الخداع وطرق الخداع وسوشيال انجينيرنج اند سو اون. يعني هنا تقريبا بيعطيك ملخص شو الشغلات اللي مرينا عليها في هذا الشابتر. يعطيك العافيه. الله يعافيك حياك الله. دكتور مدى امتحان المد؟ لسه ما تحدد، اول ما اتخبر فيه على طول بخبركم. وشوف المد يعني متعارف عليه انه بالاسبوع بالصيفي بده يكون، يعني ممكن يكون بعد الاسبوع الرابع، ممكن يكون بالاسبوع الرابع، بس اول ما يوصلنا خبر على طول بنعمل لكم فورورد ان شاء الله. دكتور يعطيك العافيه. ان شاء الله يعافيكم. في اي سؤال ثاني؟ ماشي، خلينا ننهي هنا. والله يعطيكم العافيه. هيك بنكون خلصنا شابتر ثلاثه، واذا كان في اي وظيفة تنزل في الويكند هبعت لكم إيميل على طول. الله يعطيكم العافية.